أسعد الله صباحكم، مرحبا بالجميع. حسن الخلق، الصدق، الاحترام، الصبر، التفاؤل، الحوار والتواصل هي حلول لمشاكل حياتنا اليومية التي يجب أن تكون من حسن طبائعنا وكريم أخلاقنا. فكن رائعا دائما بحسن الطبائع، واحرص وسارع ولا تمانع، واترك الأنا، حدد الأهداف وخطط لها دون ملل. كن دائما بالحق صادحا، وصل وتواصل فبالصبر تصل، ونافس وتنافس في العلم. كن ملتزما بحسن الطبائع وأفضلها بصوت عال. يا أصدقائي، رددوا ما